سعيد، لو شفت حد ياكل بشراهة أرجوك لا تضحك، لأنه ممكن يكون مصاب بالشراهة العصبية وبحاجة للمساعدة. الشراهة العصبية أو البوليميا مرض يمكن إحنا ما ننتبه له، ولكنه موجود في كل المجتمعات. وتخيلوا 80% من المصابين بالبوليميا هم من الإناث وخاصة المراهقات، ومن 1 إلى 3% من النساء أصبنا به. المصابين بالبوليميا يلتهمون الطعام بشراهة بكميات كبيرة، ويمكن يستهلكون 10,000 سعرة حرارية خلال الوجبة الواحدة. أغلب المصابين يأكلون في السر، وبمعظم الأوقات ما ننتبه لهم إلا بعد ما يكونوا خلصوا الوجبة ويحاولون يرجعون الأكل، ويكون عنده شعور بالخجل والذنب. يا سعيد، لازم ننتبه على أولادنا وبناتنا. إذا كانوا يأكلون وايد ووزنهم ما يزيد، أو يأكلون على انفراد، أو يروحون المطبخ بالليل. وبعد ننتبه إذا لون الأسنان أصفر بسبب التعرض لحمض المعدة من كثرة الترجيع. وإذا لاحظتوا أنه عندهم اكتئاب أو انطواء، لازم نشوف لهم مساعدة نفسية ونعرف شو سبب المشكلة. اتباع الحمية أو منع الأكل مو بحل للبوليميا، إنما المساعدة والمساندة والتفهم. وعساكم دوم بصحة وسعادة.